أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، أي فتح مكة لأنها صارت بلاد إسلام، يقول: وقبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كان في مكة القبور والشرك، فهل صارت بذلك بلاد شرك؟ وكيف الجمع بين ذلك والحديث؟ نعم، الحديث ليس الحديث بعد الفتح، ما كان فيها قوة، هدمت الأصنام اللات والعزى ومنات ولا بقي فيها ولله الحمد، طهرها الله بالإسلام في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم عام الفتح وما بعده، ثم حدث فيها بناء الأضرحة ودعاء الأموات، هذا متأخر، فصارت به دار شرك إلى أن أزيلت ولله الحمد وطهرت من ذلك. نعم.